قاعدين على مائدة العشاء صحتكم الحاجة والحاجة لما نحتاج دعوة الخير كي هذا. المهم اليوم راني متواجد في بلدية الديرة تابعة لولاية البويرة، هذه الولاية المحترمية الأطراف المعروفة بالطيبة وبالكرم والسكان تاعها الناس الطيبة. من بين الناس الطيبة في هذا كل الشعب الجزائري راني نلاقي واحد من الشعراء اللي هو هذا المكنون الأول، المكنون الثاني ضمن الكمال. بيت الحرمه فيه 10 رجال ناس معروفين ما يفتحوا برا والناوي بشار نعرف بعاني معروفين اهل الكرم واهل النعره والحاسد خليه اترك من الحال. هذا بير اللي موجود فوق الارض، البير اللي اكتشف تحت الارض، اكتشف تقريبا سنه 1907.